يعني تروح لك المعلومه في زخم المعلومات سي سكون ابل دو لا ديزانفورماسيون. اظن ان الاستاذ علي بهذه الامور افضل منا كثيرا. اذا فهذه الامور التي اراد ان يشير اليها الدكتور وشكرا له كثيرا لانه صاغ لنا برنامج عملي حتى يومي يعني وهو في متناول الجميع. يمكننا ان نتدرب عليه. هذه المهارات لا تكتسب في يوم ولكن للانسان ان يتدرب عليها، ان يعمل مع ابنه ثم مع ابنه الاخر مع حفيده مع ابن جاره مع تلميذه. فنحاول التدرب وانما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. واسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في جهد ولو كان مقلا. اذا فنمر الى المحاضره الثانيه وهي للاستاذه نبتي. فستتناول موضوع المراه الاصلاح بوصلة الصلاح والإصلاح. إذن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الجمع الطيب، تبتم وطالب نماشيكم وتبوغت من الجنان مقاعدة. سعيدة جدا أنا بينكم. في الحقيقة كانت المحاضرة موجهة للنساء، الآن موجهة للرجال وللنساء. سوف نعدل فيها قليلا يعني حينما تكون موجهة لجنس دون الجنس الآخر فربما تكون أكثر تركيزا من أن توجهها للجميع. حقيقة سوف أولا وقبل كل شيء أبدأ بالعنوان. لماذا اخترت هذا العنوان؟ المرأة بوصلة الصلاح والإصلاح، لأن الصلاح يبدأ ذاتيا ثم تلقائيا يكون هناك إصلاح. فالإنسان حينما يبدأ بنفسه وحينما يبدأ كل شخص يصلح من نفسه سوف ينتشر الإصلاح تلقائيا، لأن هناك ما يسمى بالتربية بالنمذجة. فكل واحد فينا سوف يخلق من نفسه قدوة وإماما. فقلت لماذا اخترت هذا العنوان؟ في الحقيقة أنا مع التدريس في الثانوي كنت قريبة جدا من طلبتي وقربي من الطلبة، معناتها أنني قريبة جدا من أسرهم. فكان التلميذ حينما يأتيني، كنت دائرة داخل الثانوية شبه جمعية، يعني جمعية العلماء المسلمين، دائرة جمعية العلماء المسلمين داخل الثانوية من 2006 حتى هذا المشروع درته من 2006 حتى 2018، يعني قبيل التقاعد تاعي. كل دفعة كانت تكون خلال 3 سنوات، وكنت أعرف التلميذة يعني نقولها ليس ذاتيا فقط وإنما كشخص يعني يأتيني داخل القسم، وإنما أيضا أعرف عائلته من الداخل. وحاولت قدر الإمكان أن أصنع نماذج من لست أنا من صنع، وإنما حاولت وشاركت مع أسرهم وعائلاتهم أن أصنع منهم نماذج من نقولها القدوات الشبابية داخل الثانوية وخارج الثانوية، تربية بالقيم، نقولها تربية معرفية، تربية عقدية إلى غير ذلك. هذا الأمر جرني إلى دراسة الإرشاد الأسري. أنا مارست الإرشاد الأسري 15 سنة. حاليا عندي أكثر من 200 استشارة مسجلة للأسر للعائلات، يعني كيف عن طريق الاستشارة يمكن أن نصلح ما يمكن إصلاحه خارج الإصلاح تاع ذات البين الذي نعرفه، وإنما إرشاد أسري. الإرشاد الأسري أيضا قادني إلى أن المرأة فعلا بوصلة التغيير. كيف ذلك؟ يقول مولانا الشيخ محمد الغزالي في كتابه قضايا المرأة ويفصل بين الأفكار الراكدة والأفكار الوافدة. رأيت بأن المرأة عندنا حاليا، المرأة المسلمة، المرأة الجزائرية أي كانت تسمية، هي تعيش في بحر من الهموم. المرأة الحالية أصبحت سوبر وومن، أصبحت تقوم بكل الأدوار عدا دورها كأنثى، عدا دورها الأنثوي سما غاب تماما. والسبب ما هو؟ هو أننا لم نمحص هذه الأفكار الوافدة وبقيت أيضا تعيش في الموروث الثقافي، الموروث الديني القديم الذي يجعل منها ذلك المخلوق المستكين، يعني بين قوسين فكرة الموؤودة إذا سئلت، فكرة الوقت، لأن هي نفسها تحملها. هي المرأة عنا تتهم المجتمع، تتهم الرجل، تتهم القوانين، تتهم الجميع، لكنها لا تبادر بتغيير نفسها. هي دائما تلعب دور الضحية.
فمتى يجب أن تبادر هي لتتغير فتغير؟ لماذا أيضا اخترت هذه المرأة؟ المرأة بالذات ليس هنا معناها إهمال لدور الرجل، ولكن فقط حينما نتصفح القرآن الكريم ألا نجد بأنه من دفته إلى دفته نجد بأن لها دور بارز في تدوير عملية التغيير، في الصلاح، في الإصلاح إلى غير ذلك. دور النساء في حياة الأنبياء، دور النساء في حياة المصلحين، دور أم موسى عليه السلام في حياته كيف كان، دور امرأة فرعون، دور أخت موسى عليه السلام في حياته، دور مريم عليه السلام في حياة عيسى عليه السلام، دور امرأة عمران حينما قالت ليس الذكر كالأنثى، هي لم تنطق هذه الكلمة هكذا، وإنما حينما كانت تمتلك هذه المرأة الثقافة الإنجابية، كانت تريد أن تنجب، لكن ماذا تنجب؟ لا تنجب لأجل الإنجاب. كل هذه الأمور غابت عن المرأة حاليا. المرأة حاليا لا تفقه أنا سوف أن أنطلق من حيث انتهى زميل الأستاذ زعيمي دور الأسرة. المرأة لا تفقه دورها داخل الأسرة، أصبحت لا تفقه دورها الإنجابي، أصبحت لا تفقه دور الأمومة، أصبحت لا تفقه دور الزوجة التي تكون سندا لزوجها. لأننا سئمنا دوما نقول بأن هذه المرأة مظلومة، ظلمها الرجل، ظلمها كذا وظلم. ماذا تفعل هي؟ ماذا فعلت؟ ماذا يجب أن تقدم؟ لماذا دائما تبقى في دور الضحية، لا تقدم شيئا وتبقى تذرف الدموع وتبكي لأنه فعل بها كذا وفعل بها كذا؟ في حقيقة الأمر ماذا فعلت المرأة حاليا؟ أنها استسلمت للأفكار الوافدة، وهذه الأفكار الوافدة استسلم لها الجميع رجالا ونساء، لكنها أكثر تأثيرا على المرأة. لماذا؟ لأن الهوية، هوية المجتمع، هوية الأمة بصورة عامة تظهر أكثر عند النساء، تظهر من خلال اللباس، تظهر من خلال المعاملات اليومية، تظهر في التجمعات العادية اليومية، في المآتم، في الأعراس إلى غير ذلك. بالله عليكم حاليا لو ذهبنا فقط إلى أي عرس، أي هوية ينسب هذا العرس، إلى أي هوية؟ لا نجد له هوية. ممكن تلقى مظاهر الخليجيات ومظاهر الفرنسيات ومظاهر الأمريكيات ومظاهر الهنديات، إلا أن تجد مظهرا من مظاهر الإسلام يبدأ منا، لأن ديننا إحنا حينما شرع العرس لم يشرعه لهذا الخلط الذي نلاحظه. فقط هذا لنفتح قوس لنتبين لماذا اخترنا هذا العنوان، حتى لا يقال بأنني أريد أن تصلح النساء، أو حتى نتهم، لأننا حينما نتكلم عن صلاح النساء نتهم بالأفكار النسوية، في حين أننا أكثر من يرفض هذه الأفكار جملة وتفصيلا. هذه الأفكار التي أصبحت بيننا نقدر نقول هي التي تسير حياتنا اليومية، حتى أصبحت النساء حاليا أسرار البيوت تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي بدافع ماذا؟ أولا أن المرأة لا تعرف نفسها هي ذاتها، لأن أي عملية تغيير يجب أن ينطلق الإنسان من ذاته، يجب أن يعرف أولا من هو وماذا يريد. المرأة نفسها لا تعرف بأن هناك فروق فردية بينها وبين الرجل، هي ليست الرجل والرجل ليس هي. المرأة لا تعرف بأن تفكيرها توسعي وأنها تبحث عن الاهتمام، وحينما لا تجد الاهتمام وحينما لا تجد توسع أفكارها ومشاعرها أين تبثها؟ تبثها في مواقع التواصل الاجتماعي. أنا درت دراسة على 50 منشور نسائي في المجموعات النسوية، أسرار البيوت الدقيقة جدا تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي. كيتحوس على السبب ما هو؟ أن المرأة ضاق بها الحال، فلا زوج يسمع ولا ابن يحتوي ولا أسرة تحتوي إلى غير ذلك. أين تجد ملاذها؟ مع اسم مستعار تكتب كل ما في جعبتها، وممن تتلقى النصيحة ممكن تتلقاها من طفل عمرها 14 سنة أو رجل يقولها منتحل لشخصية امرأوي. هذا هو المجتمع الذي نعيش فيه. لذلك حينما نقول بأن صلاح المرأة بوصلة، وفعلا بوصلة. لماذا؟ لأن المرأة نحن كمسلمين فقط عندنا قاعدة يجب أن ننطلق منها. كان هناك آية تبهرني،
لو أن كل إنسان أسقطها على نفسه رجلا كان أو امرأة، والله العظيم فإن البوصلة سوف تتحدد له ويعرف ماذا يريد فعلا. أولا وقبل كل شيء، كل مسلم يجب أن يعرف سر الوجود والمصير، لماذا وجدت وما هو مصيري، وما دمت وجدت وأعيش في حيز زماني وحيز مكاني، ما الذي يجب أن أبلي فيه، ما الذي يجب أن أفعل فيه، ما الذي يجب أن أشغله داخل هذا الحيز الزماني وهذا الحيز المكاني، لماذا تتداخل أدواري مع أدوار الآخر وهو دور لا يتلائم معي، لماذا تعيش هذا التداخل في الأدوار؟ قلت لدرجة أننا وصلنا إلى درجة أن المجتمع حاليا يعيش مع امرأة سوبر وومن. هذه المرأة تعمل، تنفق، تربي، تنجب، تعمل كل الأدوار لوحدها، ثم تشتكي، تقضي عمرها كله في الشكوى، فلا تقدم لنا إنسانا صالحا، ولا تحافظ هي لا على أنوثتها ولا تقدم شيئا لآخرتها حتى. يعني لماذا؟ لأن الأدوار تداخلت، لأننا لا نعرف سر الوجود والمصير، ولأن كل واحد لم يكتفي ولم يعرف حيزه المكاني الذي يجب أن ينطلق منه، وتداخلت الأدوار بين الرجال والنساء. أقول أن الآية في سورة النور يقول فيها المولى عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعد الله الذين آمنوا منكم، وعفوا إذا كان أخطأ صحيح الآية، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كن فصل في هذه الآية ماذا أجد؟ الإيمان زائد العمل الصالح زائد العبادة تساوي الاستخلاف زائد التمكين زائد الأمن. إذا لاحظنا واقعنا ضد الاستخلاف ما هو؟ استعمار في كل المقاييس، بما فيه الاستعمار الفكري، بما فيه الأفكار الداخلة التي دخلت علينا ودخلت على المرأة بالذات، فشوهتها، فتشوهت الأسرة، فتشوه المجتمع كله، وتشوهت الأمة ككل. الاستخلاف زائد ماذا قلنا؟ التمكين. التمكين هو القوة، والقوة هي قوة الفكر، قوة المعرفة، قوة الاقتصاد، القوة في جميع المناحي، بما فيها قوة المناهج التربوية التي تصنع لنا إنسانا، التي تصنع إنسان، التي تصنع لنا المرأة الأمة، التي تصنع المرأة صانعة الرجال، التي تصنع لنا الرجل القوام، لأن المرأة حاليا تصنع رجلا ليس قواما وثم تشتكي منه. المرأة بسبب تداخل الأدوار مع الرجال هي لا تصنع رجالا وإنما تصنع ذكورا. هؤلاء الذكور سوف يصبحون عالة عليها. حالة حاليا النساء تشتكي من الرجل العالة الذي لا يعمل وهي التي تعمل، تشتكي من الرجل الذي لا يهتم بأطفاله وهي التي يجب أن تهتم بهم. هناك عائلات أنا أعرفها من خلال الاستشارات، الرجل مستقيل تماما، استقال تماما. لماذا؟ لأنه أيضا لا يعرف هو الفروق الفردية، وأنه إنسان يحب التحدي، يحب المزاحمة، يحب كذا يحب كذا، ينحاز لهذه الأدوار وهو استقال. هذا الذي يحدث داخل الأسر تاعنا حاليا، لا نعرف أيهما الرجل وأيهما المرأة، ولمن تكون القوامة. هما شكلين في بيوت باردة عاطفيا ومشاعريا، باردة أيضا حتى من الأدوار. قلت الاستخلاف ثم الأمن ثم التمكين ثم الأمن. الأمن كاين هناك خوف، نعم كاين خوف. المرأة عندنا دائما خايفة، خايفة من أن تفقد الزوج، خايفة أن تطلق، خايفة أنها تجد وحدها نفسها وحيدة. أنا نتكلم هنا على المرأة، لا أفسر الآية، أنا لا أفسر الآية، وإنما هنا حينما أتكلم على عموم الآية فهي تصدق على الأمة ككل. فنحن ما دمنا لا نملك أفكار ولا نملك مشاريع ولا نبني إنسانا ولا أكيد لن نصبح متمكنين، وأكيد سوف نعيش الخوف يعني. فقلت أن هذه الآية إن طبقناها على واقعنا سوف نجد هذا، وسوف نجد بأننا قوم لا نعرف سر الوجود ولا سر المصير. فقلت أنه إذا أردنا فعلا عملية التغيير، لماذا؟ هذا المشروع هو ليس مشروع المرأة لوحدها، هو مشروع المجتمع ككل. إذا أردنا فعلا أن نغير فلنبدأ بالنساء، ليس من باب الأولويات، وإنما من باب أننا في واقع، هذا الواقع المرأة تحمل فيه كل بذور التخلف من خلال مظهرها.
كوننا نحتاج أن هذه الأمة تصنع الأئمة، تصنع النماذج، تصنع الأسوات. حالياً لاحظوا في مواقع التواصل الاجتماعي كاين عندنا المؤثرات حالياً. المؤثرات يدخلن إلى البيوت فتؤثر على الصغيرات والكبيرات وتؤثر على الرجال وعلى النساء. لا ننكر بأن الرجال أيضاً يتأثرون بهذه المؤثرات. منهم المؤثرات كن نجيب بنت نقولها مرح 16 سنة تعطينا كم هائل من هؤلاء النسوة التي يشتغلن في مواقع التأثير، مواقع التأثير في اليوتيوب عموما في اليوتيوب. كاين أسماء يعني عملها هو هذا، يعني تتويه، يعني تصبح المرأة وكأنها ليست مرأة وكأنه هذا هو النموذج. يكفي أن النساء حاليا، نساؤنا حاليا سكننا الأسواق وليس البيوت. لماذا سكنت الأسواق؟ لأنها تريد أن تخلق من نفسها مخلوقا آخر، النموذج الذي تجده في مواقع التواصل الاجتماعي أو النموذج الذي تجده في الفيلم أو تجده في المسلسل التركي ولا الهندي وإلى غير ذلك. مع الحال مع انفتاح السوق أصبح يمكنها بكل بساطة أن نقولها تستقطب أي نموذج تشوفه في اليوتيوب ولا تشوفه في مواقع التواصل الاجتماعي وتشتري لنفسها حواجب، خدود، شعر، لباس إلى غير ذلك لتكون ذلك النموذج عن طريق ماذا؟ هذا الأمر تأثر به حتى الرجال، لأن الرجل أصبح يقارن بين زوجته وبين من يراه داخل في التلفزيون ولا في اليوتيوب ولا يلقاها في الطريق ولا إلى غير ذلك. من المسؤول عن هذا؟ هذا نحطها علامة استفهام. من المسؤول عن هذا؟ وكيف تبدأ عملية الإصلاح؟ حينما نقول لماذا إصلاح المرأة؟ أقول لأن المرأة هي مشروع مجتمع، هي مشروع مجتمع. العملية مسؤولية الجميع، نساء كانوا أو رجالا. ثانيا قلت لأنها تمثل الهوية، تمثل الهوية، لأن المرأة فقدت هويتها كأنثى، فقدت هويتها كأم، فقدت هويتها كربة بيت، فقدت هواياتها. قديما كانت أمهاتنا عندهم هوايات، تلك الهوايات بنيت بها بيوت حتى في الجانب الاقتصادي، شيء ما تعرف به تلك المرأة وتمثل شخصيتها. أين هذا النموذج من النساء؟ هوية المرأة قلت هي هوية للأمة. لذلك إذا أردنا أن ننطلق فعلا فلا بد أن نقولها نطرح لأنفسنا أسئلة. هذه الأسئلة أقول مثلا السؤال الأول، ما هي مناطق القوة لدينا؟ كي نقول مناطق القوة لدينا دوكا البلدة مثلا كما هذه بلدة راس الواد، ما هي مناطق القوة عندها حتى نستطيع أن نصلح نساءها؟ لأن النساء إن صلحت والله العظيم سوف يصلح المجتمع، لأنني إن أصلحت المرأة أكون قد أصلحت الأسرة، أصلحت الأم، وبالتالي أصلحت المجتمع. حينما حوربت نقولها لا أقول حوربت وإنما هو امتد في فراغنا. الحاجة الأولى التي حوربت أو عفوا التي امتدت في فراغنا، أول حاجة الهيئة، الهوية، الحجاب. عليها نقولها مش نقول تنوع، هذا التفسخ في الحجاب. مثلا طريقة الزواج، القوانين تاع الأسرة. يعني حاليا نحن عندنا قانون أسرة، نقول قانون الأسرة دون ولي، الزواج دون ولي، بالنسبة للمرأة دون ولي. لا، لأن المرأة فهمت فعلا بأن ولاية الرجل شغل استعمار لها ولا كف لنقولها لقدراتها ولا استضعافا لها، ولا في حين أن القوامة تحبها المرأة فطريا. أن الولاية ولاية الولي ولا اللي هو الزوج ولا الأب ولا الأخ ولا أي كان تحبها المرأة فطريا. نعم، لأنه يجب أن تعود المرأة لفطرتها وتعرف بأن ضعفها قوة وبأن قوتها في احتواء أهلها لها وليس في تبني مثل هذه القوانين. حاليا احنا عندنا قانون الأسرة الجزائري فيه بدون ولي، الزواج دون ولي. كيف جاءت هذه القوانين؟ كيف جاءت؟ لاحظوا شكون هنا المقصود؟ هم النساء. تغييب قوامة الرجل، تغييب قوامة الرجل، تفسيخ هوية المرأة. هنا من هو المقصود؟ هي المرأة بالذات. وبالتالي من أين تبدأ عملية الإصلاح؟ يجب أن تبدأ من هنا. طبعا
هذا الامر يحتاج الى مرونه ويحتاج الى نقولها فقه واقع ويحتاج الى مشاريع تنمويه الى مشاريع تربويه حتى نستطيع ان نصل الى المبتغى، خاصه واننا نعلم جيدا بان المراه قديما وحديثا لعبت دورا فاعلا في المجتمعات. نأتي إذن أول مجتمع بني المجتمع الإسلامي بين النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة رضي الله عنها. ما الدور الذي لعبته خديجة رضي الله عنها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أول مجتمع بني مجتمع إسلامي كان لخديجة رضي الله عنها الدور الهام، كانت تاجرة، كانت مفكرة، كانت ذات مقام رفيع في مجتمعها، وكانت سندا قويا للنبي صلى الله عليه وسلم. وبني المجتمع بشقين، النبي صلى الله عليه وسلم الرجل القوام والمرأة التي تحتوي. وكلنا يعلم حينما جاءه أو نزل عليه الوحي ما الذي قالته خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف احتوت، كيف تحتوت. نريد عودة هذا النموذج لي في حياتنا الأسرية والمجتمع بصورة عامة. قلت للمرأة دور في الإصلاح بصورة عامة، لذلك لابد أن نبدأ بها. لماذا نبدأ بها؟ لأن المرأة للمرأة دور في دعم وإصلاح المرأة نفسها، لأنه كاين عملية التقليد وعملية النمذجة. كلما صنعنا نماذج لنساء صالحات كلما استطعنا أن بخوارزمية نقولها نقدر نقول دقيقة جدا يمكن أن نصنع مجتمعا متوازنا. كلما صنعنا نماذج لنساء صالحات سوف من خلالها عن طريق القدوة عن طريق النموذج عن طريق الأسوة سوف نصنع نماذج أخرى. لماذا أيضا؟ قلت لأنه أكثر داعم للمرأة هي المرأة، أكثر إنسان يفهم الإنسان نفسه، يعني نقولها أكثر شخص يفهم الشخص الآخر هي المرأة. يمكن المرأة أن تفهم الرجل وأن تفهم المرأة أيضا. لماذا؟ لما حبيت به من أمور نقولها خلقها الله عز وجل مهيئة لفهم الجنسين على حد سواء. فالمرأة الله عز وجل خلقها بنوع من تفكر بمزاجية، تحب بمزاجية، تحتوي بمزاجية. هذه المزاجية فيها الكثير من القوة التي يمكن أن ننطلق منها لإصلاح المرأة، لأن المرأة أيضا لها دور كأم وكزوجة، لأن لها دور فاعل في التربية والتعليم داخل بيتها وخارجه، لأن للمرأة دور أيضا في العمل بما يتطلبه من شروطه، لأن العمل أيضا من بين الأمور التي جعلتنا نقدر نقول الأسرة تدخل تقريبا في حائط خروج المرأة للعمل. لست هنا ضد خروج المرأة للعمل، لكن نوعية العمل، نوعية العمل. نحن يعني استوردنا أفكار تاع حرية المرأة، تخرج المرأة، تخدم المرأة، لكن دون أن نعلم بأن هناك أعمال جعلت النساء تصبح رجالا، تصبح المرأة رجلا وليست امرأة. كاين هناك بعض الأعمال العمل اللي يعني نقولها داخل نقولها خارج نقولها البيت لا يتلائم مع أنوثة المرأة، لا يتلائم مع أنوثة المرأة. لن أسمي حتى لا نقولها ننمط نقولها الناس، لكن فعلا هناك أعمال جعلت من النساء رجال وليسوا نساء، لأن المرأة بطبعها لا يجب أن تبقى أكثر من 12 ساعة خارج البيت. هذه يسأل النساء، المرأة التي تعيش الفطرة فعلا فإنها تحب البيت أكثر مما تحب خارج البيت. هذه هي الفطرة، نريد أن نعود إلى نساء الفطرة، نريد أن نعود إلى نساء الفطرة لتكون المرأة هي البوصلة. إذن كان أيضا ما زلت أجيب لماذا إصلاح النساء، لأنه أيضا من حيث العدد والتأثير، هذا جانب مهم جدا. من حيث العدد والتأثير مستحيل أن تلقى في بعض الأحيان في البيت تلقى 10 نساء منهم راجل، كان هذا العدد. نروح نسرح الرجل ونخلي الجانب هذاك، يبقى هذا يخدم وهذا يخدم على هذا كاملا. لازم أيضا هنا أصنع نوع من النساء المسؤولات حتى ولو كان داخل البيت. لازم نربي المرأة على الحس الديني، الحس النفسي، عفوا الحس الجمالي، الحس الديني والحس الجمالي والحس بالمسؤولية. وشعار الملتقى هذا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الآن نأتي سوف أختم كما بديش وقت بزيف. عندي في آخر النقطة، ما هي آليات الإصلاح؟ إذا أردنا أن نصلح لابد أن ننطلق من نقولها من آليات.
أولا وقبل كل شيء السؤال الذي نطرحه، ما هي أهم القضايا التي تحتاج إلى علاج في مجتمعنا وتخص المرأة؟ هذه أول نقطة لازم نحطها نقولها في الاعتبار. هل هو عمل المرأة؟ هل خروج المرأة؟ هل هو التزكية والأخلاق ومشكلتنا عندنا مشكلة أخلاقية كبيرة جدا؟ هل هي مشكلة قيم؟ هل هي مشكلة عقيدة؟ لابد أن نطرح هذا السؤال، ما هي أهم القضايا التي تخص المرأة وتحتاج إلى علاج؟ صحيح أن نساءنا الآن يدرسن القرآن، لكن حاليا المرأة تذهب إلى المسجد، هل تذهب إلى المسجد من أجل قضاء وقت؟ من أجل أنها تشغل وقت؟ أو من أجل أن تتكون فعلا؟ هذه إشكالية يجب أن نطرحها إذا أردنا أن نخلق آليات، فلابد أن ننطلق من الواقع. أيضا ما هي اهتمامات المرأة التي نركز عليها، التي يجب أن نركز عليها؟ حاليا رأنا نخلق نسخ متكررة سواء كان من الرجال أو من النساء. هل رأينا خصوصية المرأة؟ رأينا خصوصية لها أنوثتها؟ رأينا اهتماماتها، هواياتها إلى غير ذلك؟ لابد فقط أن نخلق خاتمات القرآن، هذا هو عنوان نموذج الصلاح فقط، خاتمات القرآن بين قوسين. نعم خاتمات القرآن، لكن هل تفقه في القرآن شيئا؟ هل هي امرأة قرآنية فعلا؟ لأننا كجمعيات خاصة التي لديها طابع ديني نحونا نحو هذا المنحى، هو أننا خلقنا كما هائلا من خاتمات القرآن، ولكنها ليست قرآنية حتى في بيتها، ليست قرآنية حتى في بيتها، فالقرآن لم يتجاوز حتى لسانها. أيضا نجيب على سؤال ما هي استعداداتها النفسية الذاتية. هنا الفروق الفردية، المراحل العمرية، المستوى الفكري، المستوى المعرفي، البيئة، المكان الذي تعيش فيه، لأنه إذا أردنا أن نخلق مشاريع فلكل بيئة نقولها خصوصيتها. هنا للإجابة على هذه الأسئلة وسوف أختم، نحتاج إلى برنامج إرشادي موجه للنساء، أولا لخصوصية المرأة ومزاجيتها وتعرضها لحالة من القلق العارض، لأنه مستحيل نقدم نفس البرنامج للرجال والنساء. إذا كان كنا في جمعية علماء مسلمين مثلا وعندنا برنامج إرشادي، لا يجب أبدا أن يكون نفس البرنامج الموجه للنساء هو نفسه الموجه للرجال. لابد أن نفرق، ليس الذكر كالأنثى، هذه لابد أن نضع عليها فيها 20 سطرا، ليس الذكر كالأنثى. أول شيء يعني هذه كمقترحات فقط، والبرنامج موجود عندي، إذا كان حبة الجمعية يعني تحتاجه البرنامج موجود، ممكن نمده، ممكن أشرف على نقولها التطبيق، يعني البرنامج الإرشادي الموجه للنساء. هذه أنا راح نتحدث بصورة عامة، الإطار العام للبرنامج الإرشادي الموجه للنساء يتمثل أولا البرنامج ماذا يحمل؟ برنامج التزكية والأخلاق وفهم الذات والتصالح معها باتباع برامج توعية محددة، توعية وتزكية، توجيه قدرات النساء نحو ما تحتاجه هي والأسرة والمجتمع، وهذا يكون باتباع الخطوات التالية: تحديد الفئات المستهدفة من النساء من حيث العمر والمستوى المعرفي والثقافي، تحديد الأهداف والخدمات التي يقدمها، وتحديد الصعوبات والمعيقات. يعني بعد ما نحدد هذه النقاط بعدها يمكن أن نطرح البرنامج الإرشادي، لأن البرنامج الإرشادي النسوي الذي عندي أنه نقدر نقول كل فئة ومعيقاتها هو اش تحتاج في حالة وجود مثلا هذه العقبات، هاو نقول هلا الحلول البديلة، وهكذا. يعني نحتاج فعلا كبديل كعنصر أساسي لإصلاح أو صلاح النساء أن ننطلق من برنامج إرشادي يوجه للنساء لتصلح نفسها لتكون صالحة لذاتها، ثم يكون الجانب الإصلاحي فيما بعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.